بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. اكيد علاقاتنا باطفالنا بنكتشف في بعض الامور او في بعض المراحل بعض التصرفات الغريبه اللي ممكن تكون لها تاثيرات نفسيه على الطفل وبتاثر علينا احنا اكيد كامهات وكاباء. مس الاصابع من المشاكل اللي ممكن بيشكو منها كثير من السيدات واللي ممكن تكون في عمر بسيط بنمشيها، لكن لما تكبر بتبقى مشكله. تعالوا نشوف مع بعض كيف احنا هنقدر نتخلص من هذا السلوك السيء لدى الطفل علشان ما يكبر وتكون هذه الصفة ملازمة له، وهل لها تأثيرات نفسية نقدر نعالج المسألة من الجذور. لكل أمور إحنا هنناقشها مشاهدينا بمعية الاختصاصية الاجتماعية أستاذة سلافة بصاوي، هتشرفنا في الاستوديو بعد شوية، تعالوا نستناها. بيت الهنا، اهلا بكم مشاهدينا. وصلت لي صالون بيت الهنا استاذه سلافة بصاوي وهي اخصائيه اجتماعيه، بنرحب بك يا اكيد استاذه سلافة وشرفتينا في بيت الهنا. مرحب بك ومرحب ببرنامج بيت الهنا. اهلا بك كثير استاذه سلافة. اولا خلينا نبدا بشكل عام، الحاجات السلبيه شنو اللي بيتعامل بها الاطفال اللي بنلقاها في سلوكياتهم؟ الاطفال طبعا هم مدرسه تحديدا، وكل فترة عمرية من عمر الطفولة لها يعني كل فترة عندها استصحابات بتاعت أعراض بتختلف، يعني من طفل لطفل، من بيئة لبيئة، من أسلوب تربية لأسلوب تربية آخر، دي كلها بتأثر في سلوكيات الأطفال. لكن في أعراض عامة وشائعة في وسط الأطفال اللي هي مثلا فيها الحركة الزائدة، بيشتركوا فيها كثير من الأطفال. في العنف ضد يعني طفل ضد طفل، دي برضو بصورة كبيرة. امتلاك الأشياء، الطفل يحب يمتلك الأشياء، دي برضو كل الأطفال بيتفقوا عليها. بعد ذاك زي ما قلت عدم الانتباه والتركيز بيكون عند كثير من الاطفال. دي زي قلنا في العموم دي كلها اغلب الاطفال بيشتركوا فيها تماما. ايوه، هي بتكون لها طبعا مسبباتها اكيد تاكيد. ومنهم مس الاصابع بالنسبه للاطفال بنلقاهم من عمر صغير والمساله بتكبر. اول حاجه خلينا نبدا، مس الاصابع ده بيبدا متين وبيبدا ليه؟ مس الاصابع بيبدا عند الاطفال يعني منذ الولاده، يعني من الساعات الاولى من ولادة الطفل لغاية عمر سنة، يعني بيبدأ فيها الطفل. وده طبيعي؟ ده شيء طبيعي، ما مقلق يعني على الإطلاق. تمام، لكن يبقى ممكن حالة مرضية نسميه، ولا سلوك سيء، ولا شنو لما يبقى أكبر من كده؟ كل ما بعد ذاك بيبقى عادة بعد ذاك عند الطفل، اللي هي نحن بتبقى ليه تصرف في سلوكه، يعني اللي هي ممكن تكون يعني عادة سيئة إذا كل ما الطفل يعني كبر، يعني تعدى مرحلة الطفولة المبكرة، مشى لمرحلة الطفولة الوسطى، مشى لمرحلة المراهقة، ممكن تمتد يعني مس الأصبع عند الطفل لغاية 10 12 15 سنة ممكن. يلا دي بتتحدد على حسب نوع التربية، نوع التعامل معاه، عدم فهم يعني مستوى فهم الطفل من الأسرة وتلبية احتياجاته وإشباعه بشكل جيد. برضو في منها الوضع النفسي بالنسبة للطفل داخل الأسرة وخارج الأسرة، ممكن إذا كان في استقرار أو ما في استقرار، في استقرار أو ما في استقرار، أو إذا بقى في الطفل يعني انتقل لبيئة مثلا ما قدر يتكيف معها، ما قدر يعيش معها، ما قدر يتواءم معها، إذا مدرسة مثلا أو مدرسة روضة حضانة، أو رحلوا من مدرسة أو رحلوا من منطقة لمنطقة، أو كانوا مثلا في يعني منهم فيكون مثلا ساكنين في البيت الأسرة الكبيرة، بعد ذاك بقوا في أسرة خاصة بهم، لأنه كانت هنا في الرعاية والاهتمام من الكل، لكن هنا بقى الاهتمام محدود بس من الأم ومن الأب وكذا. يعني أي تغيير بيحصل الطفل بيتفاعل معه وبيتجاوب معه، لكن بيظهر في أشكال مختلفة من أشكال السلوك. يعني الغريب سمعت بأنه مس الأصابع ممكن يكون فترة ما هو جنين، ما أعرف المعلومة دي صح ولا لا؟ والله الكلام دي يعني أنا قريت عنه فعلا، الطفل قالوا في بطن امه هو بيمص اصبعه. بدي انا غايته بخطها يعني ببرر هذا السلوك وبقول فعلا بيحصل، لانه الطفل اول ما يولد في الساعه الدقائق الاولى تلاقيه طوالي بيحاول يشيل اصبعه ويرضعه. فهي بتدعي يعني من ناحيه علميه موجوده، في بعض السيدات شافوا في الموجات يعني انه اطفالهم ممكن يكونوا او لما كانوا اجنه. طيب في سؤال احنا سالناه للناس علشان نشوف اذا هم عندهم معلومات عن مس الاصابع بالنسبه للاطفال بيرجع لاي سبب، تعالوا نشوف الاجابات مع بعض. تفضل. يرجع الطفل ما اسمه اصبعه بحوجه الرضاعه، في اثناء
ما يلقى الرضا بيحاول شنو انه يعوت مص الاصبع او الاصبع بتاعت الارجل. ممكن يكون ناقص في الرضاعه او انه فاقد حاجه بتاثير السنون او الحركه اللي بتعمل الاحتكاك. والله انا عندي تجربه لوحدي في البيت لبيت عمره 5 سنوات ولحد دلوقتي هي بتمشي المدرسة ما بتبطل المص إلا في المدرسة، لكن في البيت يعني طوالي شغالة ما عرفنا السبب، لكن حاولنا معها كل السبل اللي ممكن تخلي الحاجة دي تعسفيا فشلنا. أشكركم على معلوماتكم، وطبعا يعني هي في مجموعة فعلا كبيرة قالت الكلام الصح، وفي بعض الأمور الثانية اللي هنكتشفها من مص الأصابع وأسبابه وإن شاء الله كيف نقدر نحل المسألة. بالنسبة ل يعني بعض الأطفال أستاذ السلافة بنلقى إنه بطريقة المص بتختلف من طفل للتاني، يعني ممكن في طفل يكون خارط صباعه ويعني وبس مستكين، وفي طفل ممكن تحس به برضع يعني صباعه، وفي طفل ثالث ممكن بتكون بصورة مزعجة يعني كأنه متوتر كده. فهل كل نوع ممكن يكون له تأثير نفسي أو يكون عنده حالة مثلا مخصصة؟ ده بتوقف على حدة التوتر والقلق النفسي اللي بيعاني منه الطفل يعني، أو السبب اللي خلى الطفل إنه مثلا يعني يلجأ لمص الأصبع. مص الأصبع ذاته هو عنده متلازمات اللي هي بتصحب وبتصحبه، مثلا طفل بمص اصبعه لكن تسمعيه بيطلع صوت يعني بيردد في اغنيه محببه بالنسبه له او نشيد او غيره، او طفل ممكن يكون بمص في اصبعه جنبه يعني مرتبه ولا كذا يحاول ينفيها يطلع على الصوت. أيوة. في طفل بيكون هو بمص في اصبعه لكن ممكن يغطي في اظافره او ممكن يلعب بشعره، او ممكن يعني في طفل مثلا بيمص في اصبعه ام مثلا حتى لو واقفه على في المطبخ يعني بتجهز في الطعام هو لازم يكون في وراها ويقوم يحاول يهبش يده يخط يعني يهبش ايده يقردم ويقول يهبش في يدها بورا كده. يعني في متلازمات بتصاحب او بيكون في هزه في الراس او بيكون في ضرب بالرجل على الارض مثلا، او طفل يكون مثلا يمص في اصبعه لكن ممكن ياكل في ملابسه وكذا. يعني في متلازمات بتصاحب يعني دي بتوريك في انه الى اي مدى هو الطفل مص الاصبع ده كان ملجا بالنسبه له لاشكالات ولصراع نفسي او لمشكله نفسيه هو بيعاني منها. اذا بقت ظهرت بالشكل ده. حده الحاجه دي ممكن تستمر مع الطفل لغايه 15 سنه لغايه 17 سنه، وممكن بعدك يقلع مرات ممكن ما يقلع عنها، مرات يقلع عنها براهو لانه بعدك بيشوف الوسط الاجتماعي اللي بعد بقت عنده مهاراته في الحياه. في ناس بدسوا. ايوه انا بعرف واحده في الثانوي كانت بتمسك الكتاب وبتحت الكتاب كده ده شغاله عشان الناس بتعلم. يلا شوف بعدها بقت في جات فكره انها هي تدس الحاجه دي وما تصيرها للاخرين لانه وضعها الاجتماعي فهم المجتمع فيها يعني مجتمع صديقاته وزميلاته في انه مرفوض الفكره دي او ده سلوك غريب يعني. دي كلها متلازمات انت ذكرتيها، هل لها تاثيرات ممكن نقول يعني نفسيه ما بين الطفل وامه تحديدا، ولا ممكن بالجو العام الاسري، ولا في حوجه معينه هو عايزها وما لقاها علشان كده بيكون له التاثير السلبي ده؟ دي بتقودنا ليه الطفل بيعمل كده لحد ما تظهر مع المتلازمات. اللي هو شيء عدم إجباء، اول شيء خليها بشكل علاقه بين الزوجين او بين العلاقه بين الام والابو. إذا كانت متوترة وكان فيها صراع واضح الطفل بيقراه حتى لو ما يعني قدر يعبر عنه بأي أسلوب، لكن ممكن يعبر عنه بمص الأصبع ويكون معه متلازمات اللي هي مثلا يعني كيتخيلي في أنه طفل يكون حريص في أنه يمص أصبعه لكن بوجود أمه تكون ماسكة خط يده معاه كده ماسكة، ده بكون طالب الحماية بشكل كبير جدا جدا. في مخاوف بتجول في نفسه، في صراع قوي جدا جدا هو بيعاني منه لكن ما قادر يعبر عنه وما لاقي الشخص الممكن يفصح عن هذا التصرف. فعشان كده لما يخط ده الملجأ الحقيقي في انه هو بيناقش فيه نفسه، وفي نفس اللحظه بيطلب الحمايه من الشخص المفترض يوفر له الحمايه وهو ما دري. يعني في اللحظه دي الام طوال المفروض تحضن طفلها عليها وتسال ليه مثلا التصرف ده بيكون بالمستوى ده. ثاني بيكون في من الاسباب انه عدم اشباع حياه الطفل، يعني مثلا الطفل اذا عنده احتياج معين طلبه من الاسره او من الام او من الاب زي ما مثلاً. يعني مثلا ممكن مرات الطفل يجي
يكون لبس لبسه جميله كذا وجاي يوريك انه هو استطاع انه يلبس براه يعني ويختار اللبسه دي لوحده ولبسه لحد ما يا اخي امشي نحن ما فاضل لك حسي ولقيت ولبستها ليه نحن قلنا لك غير يعني اول ما تنتقده اول ما تحبط فيه الدور اللي قام به دي واحده من الاشكالات. ثاني المشاركه في اللعب وعندنا نحن مشكله حقيقه في انه نحن بنشارك اطفالنا في اللعب صحيح. يعني الطفل يجيب اللعبه هسه انا مش فاضيه هسه انا ما فاضي انا جيت تعبان من العمل ده الاول لك انا مثلا ما بقدر كمان نحن كمان درت تعلمونا نلعب معاكم وهكذا نقوم ننتقد في دي بتكون في حوجه حقيقيه في انه الطفل داير يشوف هل المهاره اللي عنده في اللعب او في طريقه اللعب هل عند ابوه هل عند امه هل كيف يستفيد من مهارتهم هل كيف انه يخلق جو من الحوار يعني ممكن هي اللعبه تكون وسيله لخلق حوار جيد بينه وما بين الاسره ويوري الطفل اهتماماته والاسره تتواصل مع الطفل لكن احنا ما قاعد نغتنم الفرص دي بصوره جيده. بعد ذلك من الاسباب انه قلت لك الاجيبين قلنا انه التكيف في بيئه الطفل ما قادر يستطيع انه يتكيف معه يعني مثلا فجاه مثلا الام انشغال باشياء اخرى او بعمل او غيره اشيل الطفل هو او طوالي اضعه في الحضانه يعني اوديه الحضانه ودي طبعا ده مجتمع غريب عليه وطريقه التعامل بتختلف عليه دي امه مثلا او الجو اللي حوله مهما كان مليان بالدفء والحنان لكن بالزبط. هو عنده احساسه الخاص به صحيح. دي بتخلي الطفل برضه يلجا لمص الاصابع. هنقول بعض الوصايا وبعض النصائح بالنسبه للامهات اللي يمكن تكون في بعض الامور دي قابلتهم واجهتهم لاطفالهم بس بعد الفاصل خليكم معنا. بيت الهنا اهلا بكم مره ثانيه نتواصل معكم مشاهدينا وبعض السلوكيات اللي احنا ما بنقبلها لاطفالنا زي مص الاصبع اتكلمنا عنه في الفقره الاولى واكيد هنواصل في الموضوع بصحبه استاذه سلافه الاختصاصيه الاجتماعيه. اهلا ومرحبا بك مره ثانيه استاذه سلافه. مرحبا بكم. طيب بالنسبه لي احنا قلنا انه مص الاصبع ممكن يكون له اضرار نفسيه وعرفنا المتلازمات، هل بتختلف المساله من مص اصبع للثاني؟ يعني في ناس يعني الابهام، في ناس الصباع السبابه، في اطفال كل اليد بتدخل في الفم بيقعدوا يمصوا، بتختلف المساله؟ هي ما عندها اختلاف يعني كبير شديد لكن الاسباب واحده، الاسباب كلها واحده، فالطفل بيشوف يعني الممكن يتعامل معاه طوالي من اول مره هو بحس بانه خلاص ده الاصبع اللي جاء له اللي ممكن يعبر له عن حاجاته يعني، في واحدين بيشيلوا واحدين يمكن يشيلوا طرف اليد مثلا من هنا يرضعوها. يعني ما يعني لكن الحوجه واحده، الحوجه ليها والاسباب والدوافع واحده. ايوه طيب في ناس بتستغني عن المساله دي او بتحاول تعالجها بانه يدوا لهايه ولا البزازه دي ولا اللي هي اللي بتسكت الاطفال وهو ممكن يكون شويه عمره كبير، فيهم اللي بيعملوا له عسل، فيهم اللي بيعملوا له شويه حاجات عشان يخلي العاده السيئه بتاعت نص الصباع. التعامل مع الحاله دي او مع السلوك دي عايز تروي شديد جدا جدا من الاسره بحيث انه اي فهم خاطئ للسلوك دي في طريقه التعامل عشان التخلص من المشكله دي ممكن يأزم المشكله ويؤكد تماما في انه الطفل ده يستمر في مص الاصبع. اللي هو العقاب، العقاب اصلا ما بيحل المشكله دي على الاطلاق، التوبيخ امام يعني اقرانه او زملائه او اخوانه في البيت في انه تعالوا شوفوا مثلا دي بقت كبيره او بقى كبير لكن شوفوا بمص اصبعه وكده دي بياكد لانه بتزيد حده التوتر على الشتايم كمان للطفل والالفاظ البذيئه مثلا او العبارات الغير مرضيه مثلا بالنسبه للطفل بتحط من قدره وبتديه عدم الثقه في نفسه اللي بتخلي برضه ثاني يلجا للاصبع كمان بطريقه شرهه جدا. بعد ذاك الطريقه المثلى ممكن الناس تتبعها في انه تكون في يعني تكون في طريقه شرطيه مثلا الطفل يعني نجيب له منبه اللي هو بس بيحضر انه لعبه مثلا بتكون محببه خالص الطفل دي نتشارك معاه في اللعبه لكن بشرط اذا شلت اصبعك على بدات تمص فيه نحن بنوقف اللعبه. أيوة. بعد ذاك الطفل شويه وما نتوقع منه فيه انه طوال يقلع عن هذا السلوك لانه حاجه لا اراديه فنحن بنديه مثلا نبدا مثلا بثلاث دقائق بخمس دقائق ونطور اللعبه ونطور ونزيد من الزمن يعني حتى لغايه ما ينسحب منه او ممكن يشاهد في التلفزيون فيلم كرتون او غنى محببه بالنسبه له
نخليه هو يتابع فيها، وبرضه تكون العلاقه دي علاقه شرطيه يعني بتاعت المشاهده دي. مجرد ما الطفل هو مندمج في المشاهده في في الفيلم اللي بيحبه او في الغرة اللي بيحبها، اذا احنا راقبناه من بعيد حسينا بانه رفع اصبعه او بدا يمص فيه طوال، احنا نوقف المنبه اللي هو بعد ذاك الطفل بينتبه فيه انه فعلا وننبهه بانه شايف انت عشان رفعت اصبعك. ايوه وكذا تمام. احنا هنتواصل اكيد معك ونشوف برضه، سالنا الناس عن كيف يمكن علاج عاده مص الاصابع لدى الاطفال، نشوف الاجابات مع بعض. تفضل. العلاج احنا نحاول كل ما يحاول مسك الاصبع او الاصبع بتاع الرجل ان نمنع منه، كل ما نمنع منه بعد شويه هينسى تدريجيا. بيرجع لحسب الام وشخصيتها يعني او اسلوبها في التربيه، ممكن تحط له حاجه في صباعه وتخوفه على حسب الام. بالتحفيز، انا افتكر بالتحفيز ما بالترهيب، يعني كل ما حفزت الطفل انا بعمل لك كده وهجيب لك كده وهعمل لك كده هجيب لك هديه، حلاوه مثلا بيتزا حاجه زي دي تشغله عن الاصبع. نشكركم على المعلومات اللي اديتوها لنا، وبالتاكيد هي بتختلف من اسره للثانيه، لكن في بعض الحاجات اللي احنا بنتعامل معها بطريقه صحيحه وبعض الامور بطريقه خاطئه. في بعض الامهات استاذ سلافه بيقوموا بيلفوا اليد بشاش او بقطن او بيقوموا يخطوا شطه او يخطوا يعني صلصه، المهم حاجه كده تخلي الطفل انه يكره مثلا انه يعني يمص الصباع. ما اعرف الطريقه دي صح ولا لا. انا افتكر الطريقه دي ما صحيحه، لانه هي اصلا اذا تكلمنا عن يعني الأطفال بعد سن الخمسة أو سن الست سنوات، في إنه مفترض يكون يلا السبب هو السبب معروفك زي ما ذكرناه قبلك، مفترض الأسرة تكون حريصة في إنه تعرف الأسباب وتعالية حتى على تبدأ بمستوى الأسرة ذاته. يعني أنت قصدك الحل من الجذور. الحل من الجذور. أيوة. يعني ده حل بيكون فيه نوع من العنف بالنسبة على الطفل، لأنك أنت ما زلت بتأكد إنه يمارس عليه أي شكل من أشكال العنف، يعني في إنك أنت مثلا يعني كونك أنت ما تعرف السبب اللي خلاه إنه يمص أصبعه، ده بفتكر دي مشكلة حقيقة يعني. العلاقة الموجودة في الأسرة مع أفراد الأسرة ومع الأب والأم إذا ما تعالجت، إذا كان بفاي نوع من أنواع التوتر وإنتوا ما حليتوها، فما ممكن تجي بتلف الأصبع ولا تضع عليه حاجات ساخنة أو تهدد الطفل إذا كده حأضربك ولا كده، فإنت كده بتأزم مشكلة الطفل أكتر. أيوة. فبعد ذاك برضو ممكن نعاين للبيئة اللي بيكون موجود فيها الطفل، الآن إحنا افترضنا إنه يكون فيها يعني ويتعامل معها بصورة جيدة، وأن إحنا ما خدتنا له بدائل يعني إذا البيئة دي ما نفعت معاه، البديل شنو؟ مفترض البديل نحن نطرحها عن إحنا، بحيث إنه نحن وضعنا الطفل في المحك ده حقيقة يعني. أيوه. أيضا برضو الطفل إذا كان محروم من أي شكل من أشكال اللعب يعني مع أغرانه في البيت مع أخوانه، الوسيلة اللي بيلعب بها والكيفية اللي عايز يلعب بها، نحن مرات كثير قاعدين ندخل في طريقة اللعب يعني. صحيح. بتاعت الأطفال. ألعب كده وألعب كده. ألعب كده وما تلعب كده وده ده تاخذ وده ما تاخذ. ودي طريقة غلط يعني، الأنية فيها بإنه نوجه أكثر، لكن هل هي طريقة خاطئة؟ طريقة خاطئة فينا نحن نتدخل في الشيء اللي بيلعب به الطفل أو الوسيلة اللي بيلعب محببة للطفل فيه إنه يلعب. لأنه اللعب ده وسيلة بتاعت تعبير. صحيح. والطفل ما بيتعلم إلا من خلال اللعب. يعني أي سلوك، يعني حتى الطفل إذا داره يعني تعلم قيمة الصلاة بتبدأ باللعب. مرة تلقاه واقف على القبلة في اتجاه، مرة تلقاه عامل بيقرأ شنو بيقول، بتبدأ باللعب إلى أن أنت بتوجه لحد ما تعتدل عنده القيمة بشكل جيد، وبتكون وصل الفهم الحقيقي اللي أصلا داير يصل يعني. أي حاجة دايرة صبر. أي حاجة دايرة صبر، والطفل ما يتعلم إلا باللعب. دك يعني كل العلماء المختصين في مجال الأطفال بيتكلموا، والطفل بيتعلم باللعب، والطفل يتعلم ما يعيشه. يعني الشيء اللي بيعيشه الطفل هو اللي بيتعلمه اصلا يعني. تمام. فعشان اذا تعاملنا مع الطفل مثلا بانه نحن متدخلين في بنتدخل في حياته بصوره كبيره وبنقمع طموحاته ومهاراته ومقدراته، فبالتالي ده بينعكس على نفسيته في انه بحس انه بيعرف تماما انه صوته ما بيكون مسموع، رايه ما بيأخذ به، فهمه ما بيكون وصل للاسره بشكل جيد بانه هو يعني في مقدوره يعمل شنو او لا يعمل شنو او يستطيع يفعل او لا يفعل. فتدخلنا المباشر في شكل حياتهم الخاصه هي بتعمل للطفل نوع من الضيق ونوع من القلق ونوع من التوتر، وبخليه فاقد الثقه في نفسه، بيفقد شكل الحمايه من الاسره، بيفقد شكل التعامل والتواصل الجيد ما بين افراد الاسره ذاتهم. مرات ممكن يكون عنيف، ممكن كذا، ممكن يكون
انطوائي، ينكمش على نفسه، يكون بعيد عن قضايا التفاعل في جو الأسرة، ويقوم ويحجم عن الأدوار المفترض أو المرجوة في أنه يقوم بها يعني. فعشان كده العلاج من منظورنا أن إحنا فقط مشكلة، لازم الطفل يكون شريك في وضع العلاج. تمام. الحديث معك ممتع وشيق أستاذة سلافة، وبشكرك كثير على حضورك، وأتمنى إن شاء الله أنه الناس تستفيد كثير من كل الكلام اللي قلتي، وشكرا جزيلا لك. إن شاء الله كلنا نكون أمهات يعني واعيين بمشاكل أطفالنا حقيقة. صحيح صحيح، يديك العافية، شكرا لك. هنلاقيكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا، بحييكم مرة ثانية مشاهدينا، ونرحب بكم في فقرتنا القادمة من بيت الهنا، واللي هي لها علاقة أيضا بصحة الطفل. تعالوا نشوف دكتور محمد بابكر وهو إخصائي أطفال، هيقدم لنا أي نصيحة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحب بكم في فقرة جديدة من فقرات برنامجنا عن طب الأطفال وصحة الطفولة، وحيكون كلامنا اليوم عن الختان في الذكور. والختان في الذكور هي عادة قديمة عندنا، وهي سنة من السنن الموجودة في كثير من الأديان. الختان هو إزالة اللي هي الجلد المغطي لرأس العضو التناسلي، ودائما الجلد بيكون ملتصق بالعضو التناسلي في السنين الأولى، وبيبتدي الالتصاق ده يتفكى شوية شوية لغاية في عمر 3 لـ4 سنوات، بيبقى بعد كده ما في أي التصاق موجود. من الحاجات المهمة جدا إنه نبتعد من أن إحنا حاجة أن إحنا كثير جدا الناس بتعملها وبتسميها انه يمشوا يفسخوا العضو التناسلي من الالتصاق ده، ودي دائما بتكون مصحوبه بألم شديد جدا في الطفل، وممكن مصحوبه بنزيف، وممكن في بعض الاحيان تخلي الطفل تاني ما في زول يقدر يعني يجي حتى ينظف له المنطقه بتاعت الاعضاء التناسليه. وهي دي عاده يعني ما حميده كله وما عندها أي سبب علمي عشان أن إحنا نمشي نعملها. الطهارة في حد ذاتها أو الختان يعني بيقي الطفل من الالتهابات البولية، التهابات المجاري البولية، بيقي الطفل من التهابات في مكان العضو التناسلي، بيقي الطفل كثير جدا من الأورام الخبيثة، بيقي برضو الأطفال من الأمراض المنقولة جنسيا. وكثير جدا من الدراسات هسي رجعت وابتدت تنوه وتعرف بأهمية الختان. أي ختان لما يتعمل كويس ما يعني دائما بيكون مصحوب ببعض الأعراض اللي هي ممكن يجي للطفل ألم، ممكن يجي نزيف بسيط، لكن ما يمنع برضو انه في بعض الاحيان ممكن يكون في التهابات اللي هي بتحتاج لعلاجات. مهم جدا لما يكون في الختان نستعمل بعض المراهم اللي هي ممكن تسرع التئام الجرح. من الحاجات المهمة جدا ان نستعمل شاش احنا بنسميه شاش فازلين، وشاش الفازلين بخلي انه يعني ما يكون في التصاق للشاش للجروح بالذات عند الغيار. لما يكون في ألم شديد ممكن نستعمل اللي هي المسكنات بتاعت الألم زي البنادول بأنواعه المختلفة. أهم حاجة العناية بالنظافة بعد الختان، ودي من الأشياء المهمة جدا جدا. نتمنى نكون قدمنا حاجة مفيدة، ونرجع للاستديو. شكرا لك دكتور، نتمنى ان شاء الله كل الصحة لأطفالنا. ومص الأصابع زي ما احنا ذكرنا في بداية الحلقة يمكن يكون لها تأثيرات نفسية، وبالتأكيد ببعض الأمور البسيطة جدا احنا ممكن نعالج المسألة دي. نتمنى ان شاء الله دائما أطفالنا ينعموا بالصحة والهناء. هناء تشروط التي في إيميلنا، نتواصل به معاكم ان شاء الله بكرة لنا مواعيد جديدة، ودعناكم الله. Thank you.
بيت الهنا.